الرئيس السيسي يوجه بأن يتكامل مشروع تطوير مطار العالمين مع خطة دعم قطاع السياحة والطيران. الأمم المتحدة تدعو لبنان لاستغلال حصته من حقوق السحب بصندوق النقد لتنفيذ إصلاحات عاجلة. فرنسا تطرح جرعات معززة من لقاحات كورونا في دور رعاية المسنين في سبتمبر. الحادية عشر صباحاً التاسعة بتوقيت غرينتش، نشرة إخبارية تأتيكم من القاهرة، أهلاً بكم. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتكامل مشروع تطوير مطار العالمين الدولي مع خطة الدولة لدعم قطاع السياحة والطيران المدني، وخلال اجتماعه مع قائد القوات الجوية ومستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني ورئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وعدد من المسؤولين ومجموعة من رؤساء كبرى شركات المقاولات المصرية، اطلع الرئيس السيسي على مشروع تطوير مطار العالمين ليصبح مطارا دوليا ذكيا يعتمد على أحدث التكنولوجيا. في اجتماع آخر لمتابعة مشروع مستقبل مصر والذي يقع ضمن نطاق مشروع الدلتا الجديدة، وكذلك سبل توفير مياه الري للمشروع من مصادر مختلفة، وجه الرئيس السيسي باستمرار التنسيق بين مختلف جهات الدولة لتحقيق أكبر عائد ومردود ممكن من مشروع مستقبل مصر. اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الفريق محمد عباس حلمي قائد القوات الجوية، ولواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، ولواء أركان حرب إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ولواء أحمد العزازي نائب رئيس الهيئة الهندسية للمنطقة الشمالية والغربية، ولواء تامر مختار مساعد قائد القوات الجوية، والعميد قايد عيد بالقوات الجوية، إلى جانب مجموعة من السادة رؤساء كبرى شركات المقاولات المصرية. صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول استعراض مشروع تطوير مطار العالمين الدولي، وقد اطلع السيد الرئيس في هذا الإطار على مشروع تطوير مطار العالمين ليصبح مطاراً دولياً ذكياً يعتمد على أحدث التكنولوجيا ويحتوي على كافة الخدمات بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية المتخصصة في مجالات الطيران والمطارات الدولية، وذلك استثماراً للموقع الجغرافي المميز للمطار ومدينة العالمين الجديدة، والذي يؤهل مطار العالمين ليصبح محوراً رئيسياً للنقل الجوي والتجاري واللوجستي لجميع دول العالم، حيث يقع المطار على حوض البحر المتوسط بما يمكنه كذلك من ربط شمال إفريقيا وجنوب أوروبا سياحياً واقتصادياً وتجارياً. وقد وجه السيد الرئيس بأن يتكامل ذلك المشروع مع خطة الدولة لدعم قطاع السياحة والطيران المدني، وكذلك في إطار تنمية وتطوير الساحل الشمالي الغربي للبلاد، ويهدف لاستقطاب مختلف أنماط الاستثمارات المحلية والأجنبية، خاصة وأن ظهير تلك المنطقة يشهد نمواً متزايداً سواء المتمثل في مشروع الدلتا الجديدة أو إنشاء مجتمعات عمرانية ممتدة، وهو ما يعزز جهود الدولة في التوسع في إنشاء مراكز تنمية شاملة جديدة بعيداً عن مناطق التكدس السكاني. الاجتماع شهد استعراض كافة مكونات مشروع تطوير مطار العالمين الدولي بما في ذلك إنشاء مدينة ذكية تتبع المطار، فضلاً عن عرض عناصر البنية التحتية التي تتيح إدارة المطارات والمدن الذكية باستخدام تقنيات الاتصال وتكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي بما في ذلك التجارة الإلكترونية والخدمات اللوجستية. كما اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الفريق محمد عباس حلمي قائد القوات الجوية، ولواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، ولواء أركان حرب إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ولواء أحمد العزازي نائب رئيس الهيئة الهندسية للمنطقة الشمالية والغربية، والمقدم طيار بهاء الغنام مدير مشروع مستقبل مصر. الاجتماع تناول متابعة مشروع مستقبل مصر الذي يقع ضمن نطاق مشروع الدلتا الجديدة، وكذلك سبل توفير مياه الري للمشروع من مصادر مختلفة. وقد اطلع السيد الرئيس على تطورات المراحل الحالية والمستقبلية للمشروع، فضلاً عن تفاصيل بنيته الأساسية
من طرق ومحاور وأباري مياه ومحطات معالجة المياه وشبكة تغذية الكهرباء، حيث يهدف مشروع مستقبل مصر إلى تطوير قطاع الإنتاج الزراعي وما يتصل به من صناعات غذائية وزراعية ليصبح قيمة مضافة لمنظومة المشروعات القومية في مجال الزراعة والغذاء وتوفير الآلاف من فرص العمل في التخصصات المختلفة. وقد وجه السيد الرئيس باستمرار التنسيق بين مختلف جهات الدولة بما في ذلك قطاع البحوث المتخصصة لتحقيق أكبر عائد ومردود ممكن من مشروع مستقبل مصر، وذلك في إطار المشروع العملاق الدلتا الجديدة الذي يهدف لاستصلاح أكثر من 2 مليون فدان وفق استراتيجية الدولة لزيادة نسبة الأراضي الزراعية من الرقعة الجغرافية للدولة. يمثل مشروع مستقبل مصر خطوة جديدة نحو إنجازات القطاع الزراعي، حيث يهدف لإنشاء مجتمعات زراعية وعمرانية جديدة تتسم بنظم إدارية جديدة. يمتد المشروع على مساحة 500 ألف فدان، ويقع على امتداد محور الضبعة شمالا بالقرب من مطاري سفنكس وبرج العرب وميناءي الدخيلة والإسكندرية، كما يتيح المشروع العديد من الفرص الاستثمارية إضافة إلى مئات الآلاف من فرص العمل. عاد إلى أرض الوطن القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أول محمد زكي والوفد المرافق له بعد زيارة لجمهورية روسيا الاتحادية استغرقت عدة أيام. وحضر وزير الدفاع خلال الزيارة فعاليات الاجتماع السابع للجنة العسكرية المصرية الروسية المشتركة، كما التقى بوزير الدفاع الروسي سيرجي شايغو وترأس جلسة مباحثات تناولت آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية والموضوعات ذات الاهتمام المشترك. عاد إلى أرض الوطن الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي والوفد المرافق له بعد انتهاء زيارته الرسمية لجمهورية روسيا الاتحادية والتي استغرقت عدة أيام لحضور الاجتماع السابع للجنة العسكرية المصرية الروسية المشتركة
للتعاون العسكري بالعاصمة الروسية موسكو. وقام القائد العام للقوات المسلحة بحضور مراسم الافتتاح الرسمي للمنتدى الدولي العسكري الفني الجيش 2021 بمعرض الجيش الروسي، والذي تضمنت فعالياته افتتاحاً رسمياً لمنتدى المباريات الحربية في روسيا. والتقى الفريق أول محمد زكي السيد سيرجي شيوغو وزير الدفاع الروسي، حيث أجريت له مراسم استقبال رسمية بمقر وزارة الدفاع الروسية، وعزفت الموسيقات العسكرية السلام الوطني لكلا البلدين. وعقب مراسم الاستقبال ترأس الوزيران جلسة مباحثات تناولت آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، كما تم مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في ضوء مجالات التعاون العسكري ونقل وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة لكلا البلدين. وأكد الفريق أول محمد زكي خلال انعقاد الجلسة العامة الختامية للاجتماع السابع للجنة العسكرية المصرية الروسية المشتركة للتعاون العسكري اعتزاز مصر بعلاقاتها الراسخة مع جمهورية روسيا الاتحادية، معرباً عن تطلع القوات المسلحة المصرية إلى دعم آفاق وأوجه التعاون العسكري المشترك بين القوات المسلحة لكلا البلدين. من جانبه أشار وزير الدفاع الروسي إلى حرص بلاده على تعزيز التعاون مع مصر، كونها دولة محورية وحليف استراتيجي مهم بمنطقة الشرق الأوسط. وفي نهاية اجتماعات الجلسة العامة الختامية، وقع وزير الدفاع لكلا الدولتين بروتوكول تعاون مشترك في مختلف المجالات العسكرية والأمنية. مثلت العلاقات المصرية الروسية تعاونا فريدا نتيجة للتقارب في المصالح الوطنية وتوافقهما حول إدارة العديد من القضايا الراهنة، بالرغم من المتغيرات الإقليمية والدولية، كونها تستند إلى روابط تاريخية وحضارية وعلاقات الصداقة والثقة المتبادلة. تميزت العلاقات المصرية الروسية بالامتداد التاريخي قبل أن تشهد طفرة وتنتقل من مرحلة التعاون إلى الشراكة في العديد من المجالات السياسية والعسكرية والاقتصادية خلال السنوات السبع الماضية. وخلال الزيارات المتبادلة بين القاهرة وموسكو، أبدى الرئيسان عبد الفتاح السيسي وفلاديمير بوتين اهتماماً بالتعاون في مجال مكافحة التطرف والإرهاب وتنسيق المواقف الثنائية في مختلف قضايا الإقليم ومنطقة الشرق المتوسط، إضافة إلى دعم جهود التنمية في القارة الإفريقية. وتعد التدريبات العسكرية المشتركة والتي توالت وأصبحت منتظمة منذ أكتوبر 2016، ومن بينها مناورات حماة الصداقة، دليلاً على الروابط المتنامية وانتقالها إلى مستوى جديد في العلاقات، خاصة في ظل انعقاد آلية 2+2 بين وزيري خارجية ودفاع البلدين، بما يجعل مصر هي الدولة العربية الوحيدة التي تبنت موسكو معها هذه الصيغة. وعلى المستوى الاقتصادي، قفز حجم التجارة البينية خلال السنوات السبع الأخيرة من 3 مليارات دولار إلى 8 مليارات دولار، مما جعل روسيا الشريك الثالث الأكثر أهمية لمصر بعد الاتحاد الأوروبي والصين. وتخطط روسيا لاستثمار نحو 7 مليارات دولار في المنطقة الصناعية الروسية في شرق بورسعيد، فضلاً عن توليها مهمة بناء 4 محطات للطاقة النووية للاستخدامات السلمية في الضبعة، والذي يعد أكبر مشروع مشترك بين القاهرة وموسكو منذ مشروع السد العالي. وفي أكثر من مناسبة،
أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال لقاءاته مع الرئيس عبد الفتاح السيسي عن حرص بلاده على تعزيز مختلف أوجه العلاقات الثنائية الوثيقة مع مصر باعتبارها همزة الوصل مع القارة الإفريقية، مشيداً بالشراكة الممتدة بين البلدين الصديقين وبالإنجازات الملموسة التي حققتها مصر في مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية وإقامة المشروعات القومية الكبرى وتحسين مناخ الاستثمار وتطوير البنية التحتية. تعهد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بالبقاء في أفغانستان للعمل مع ومن أجل الشعب الأفغاني. وقال غوتيريش في تغريدة له على تويتر إن الأمم المتحدة تعمل لصالح ومع شعب أفغانستان منذ عقود، مشيرا إلى أن المنظمة الأممية ستواصل البقاء وبذل كل ما في وسعها من أجل سلامة الموظفين ولإغاثة الشعب الأفغاني الذي عانى كثيرا. قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف إن معدلات التطعيم بلقاح كورونا في أفغانستان تراجعت بنسبة 80% في الأسبوع الأول. وحذرت المنظمة من أن صلاحية نصف عدد الجرعات القليلة التي تسلمتها البلاد حتى الآن توشك على الانتهاء. لا يزال الوضع في أفغانستان يثير قلق المجتمع الدولي بأكمله في ظل تراجع الإمدادات الإنسانية وتوفير احتياجات الشعب الأفغاني. التطورات المتسارعة في أفغانستان انعكست بشكل كبير على الوضع الصحي وسط جائحة كورونا، حيث تراجعت حملة التلقيح ضد الفيروس بنسبة كبيرة خلال الأيام الماضية. وقالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسيف إن مليوني جرعة لقاح وصلت أفغانستان ستنتهي صلاحيتها في نوفمبر المقبل. يأتي ذلك في وقت حذرت فيه منظمة أممية من احتمال نفاذ الإمدادات الصحية في أفغانستان في غضون أسبوع. وقال المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط أحمد المنظري إن الوضع في مطار كابول تسبب في صعوبة تسليم 500 طن من الأدوية والإمدادات الطبية لأفغانستان. من جهة أخرى، تعهد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بالبقاء في أفغانستان، وقال غوتيريش إن الأمم المتحدة تعمل لصالح ومع شعب أفغانستان منذ عقود، مؤكدا أن الأمم المتحدة ستبذل كل ما في وسعها من أجل سلامة الموظفين ولإغاثة الشعب الأفغاني. دعت المنسقة الخاصة للأمم المتحدة بلبنان إلى استغلال حصة البلاد من حقوق السحب الخاصة في صندوق النقد الدولي من أجل تحقيق إصلاحات عاجلة وبشفافية تامة. جاء ذلك عقب القرار الذي أعلنه صندوق النقد الدولي ببدء سريان توزيع حقوق السحب الخاصة للدول المتعثرة، حيث أشارت المنسقة الأممية إلى أن لبنان يمتلك فرصة للحصول على حصته البالغة نحو 860 مليون دولار للمضي قدما بإصلاحاته العاجلة والمستدامة لصالح الشعب اللبناني وبشفافية كاملة. في لبنان أيضا، أعلن الجيش اللبناني أن القيادة أرسلت تعزيزات عسكرية إلى بلدتي عكار العتيقة وفنيدق. وأشار بيان للجيش اللبناني إلى أن القوات ستقوم بفرض الأمن بالقوة وتوقيف المسلحين. قالت تقارير للأمم المتحدة إن السلطات الإثيوبية لا تسمح بمرور سوى 7% فقط من المساعدات إلى تيغراي، في حين نزح مئات الآلاف من الإثيوبيين من منطقتي أمهرة وعفار بحثا عن النجاة وفك الحصار عن قراهم. تتفاقم يوما بعد يوم وتتسع دائرتها لتصبح أزمة إنسانية متنامية
وعلى واقعها يعيش ملايين الإثيوبيين في إقليم تجري باحثين عن الغذاء والمساعدات. فبحسب تقارير الأمم المتحدة، لا تسمح السلطة الإثيوبية بمرور سوى 7% فقط من المساعدات، في حين نزح مئات الآلاف من الإثيوبيين من منطقتي أمهرة وعفر بحثاً عن النجاة وفك الحصار عن قراهم. مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة حذرت من حدوث المزيد من حالات النزوح داخل إثيوبيا، وأن الافتقار للكهرباء والاتصالات والوقود والنقد يعيق بشدة أي استجابة إنسانية. وأعربت المفوضية عن قلقها بشأن سلامة وأمن جميع المدنيين في تجري، بما في ذلك 96,000 لاجئ إريتري، داعية جميع أطراف النزاع لحماية المدنيين واحترام سلامة العاملين في المجال الإنساني وتوفير ممرات إنسانية للوصول إلى الأشخاص المحتاجين للمساعدة. يعيش إقليم تجري في مجاعة أثرت سلباً على حياة مليوني شخص على الأقل، وساءت الأمور منذ يونيو الماضي عندما وقعت المنطقة رسمياً في مجاعة مع تفاقم انعدام الأمن الغذائي أكثر من أي مكان آخر في العالم. بدأت الحرب في تجري منذ نوفمبر الماضي ونتج عنها من مآس إنسانية، حيث وثقت الأمم المتحدة عمليات إعدام فورية لعناصر جبهة تجري الذين وقعوا في أيدي القوات الفيدرالية في بداية الهجوم، ثم بمحاصرة الإقليم وتورط مجموعات من جيش أبي أحمد في انتهاكات إنسانية جسيمة. ورغم التداعيات السابقة وكلها ذات طابع سلبي بالنسبة لأديس أبابا ولنمط الفيدرالية الإثيوبية، فإن فكرة المفاوضات ومبدأ الحل السلمي غائبة تماماً. سجلت وزارة الصحة 203 إصابات جديدة بفيروس كورونا وثماني وفيات، إضافة إلى خروج 311 متعافياً من الفيروس من المستشفيات. وذكرت الوزارة أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد هو 286,938، من ضمنهم 236,539 حالة تم شفاؤها و 16,691 حالة وفاة. أعلنت وزارة الصحة عن استلام أول 1,000,000 جرعة من الإنتاج القومي للقاح فاكسيرا سينوفاك المنتج محليا وتوزيعها على مراكز تلقي اللقاحات بمختلف محافظات الجمهورية. وقالت الصحة إن جرعات اللقاح تم تسليمها إلى مخازن التموين الطبي بالوزارة بعد إتمامها لمراحل الاختبارات اللازمة وفقا لاشتراطات منظمة الصحة العالمية. في تطور مهم يأتي بينما تتسابق دول العالم نحو الحصول على لقاحات كورونا، باتت مصر أول دولة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا تنتج اللقاح محلياً. الدولة أعلنت تسلم أول 1,000,000 جرعة من الإنتاج المحلي للقاح فاكسيرا سينوفاك، وذلك وفقاً لاتفاقية التعاون بين شركة سينوفاك الصينية والشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات فاكسيرا، وتوزيعها على مراكز تلقي اللقاحات بمختلف محافظات الجمهورية. لقاح فاكسيرا سينوفاك نجح في إتمام مراحل الاختبارات اللازمة وفقاً لاشتراطات منظمة الصحة العالمية قبل توزيعها على مراكز تلقي اللقاحات، وجاري حالياً الانتهاء من مراحل التصنيع والتحليل ل15 مليون جرعة، وهي القدرة الإنتاجية لشركة فاكسيرا شهرياً. وحصل لقاح فاكسيرا سينوفاك على رخصة الاستخدام الطارئ من هيئة الدواء المصرية بعد اجتيازه اختبارات التقييم اللازمة، وذلك طبقاً للقواعد والمرجعيات العالمية المتبعة من منظمة الصحة العالمية لتقييم مأمونية وجودة وفاعلية اللقاحات وتأكيداً لاستدامة توافرها، وذلك بعد أقل من 3 أشهر من استلام المواد الخام لإنتاج اللقاح، حيث تم تدريب الفرق الطبية والعاملين في شركة فاكسيرا بواسطة الخبراء الصينيين، وكذلك نقل تكنولوجيا التصنيع إلى مصر من ضمنهم 145 مركزاً لتلقي اللقاحات للمسافرين. وحتى اليوم بلغ عدد مراكز تلقي اللقاحات على مستوى الجمهورية 657 مركزاً لتلقي اللقاحات للمسافرين، وتباشر عملها من 9 صباحاً وحتى 9 مساءً. إذن
نقلة نوعية وتاريخية حققتها مصر في إطار مبادرات الصحة العامة التي تطلقها الدولة تباعاً حفاظاً على صحة المواطنين وتوفير الوقاية اللازمة من الأمراض والأوبئة، ومنها وباء كورونا. ارتفعت وتيرة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في القارة الإفريقية مسجلة 7,592,000 إصابة إضافة إلى 191,000 وفاة. وأوصت المراكز الإفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها الدول الأعضاء بالاستمرار في تعزيز عمليات رصد إصابات كورونا ومراقبة تحور الفيروس، مشيرة إلى أن نسبة تحصين سكان القارة الإفريقية بلقاحات كورونا بلغت 1.85% فقط حتى الآن. أعلن رئيس الوزراء الفرنسي جون كاستيكس بدء تطعيم نزلاء دور رعاية المسنين بجرعة ثالثة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا اعتبارا من 12 سبتمبر المقبل. وقال كاستيكس إن الحملة المنهجية للتطعيم ستستأنف بعد الحصول على الموافقة للجرعة الثالثة من اللقاح في دور رعاية المسنين. وأوضح رئيس الحكومة الفرنسية أن الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 65 عاما والأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة سيكونون قادرين اعتبارا من مطلع سبتمبر المقبل على تحديد موعد مرة أخرى للحصول على جرعتهم الثالثة. أعلنت شركة فايزر الأمريكية التقدم بطلب لهيئة الغذاء والدواء للتصريح بجرعة ثالثة من لقاح فيروس كورونا لمن يزيد عمرهم عن 16 عاما. يستند الطلب على بيانات من تجارب سريرية جرت على 306 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 18 و55 عاما حصلوا على جرعة ثالثة معززة من اللقاح بعد فترة من 5 إلى 8 أشهر من تلقيهم جرعتين. أعلنت وزارة التنمية المحلية عن تهنئة البنك الدولي للحكومة المصرية والوزارة بإدراج برنامج تنمية صعيد مصر كأفضل الممارسات في تحقيق التنمية المستدامة ومكافحة الفقر. ولفت وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي إلى أن برنامج تنمية الصعيد بقنا وسوهاج تبنى نهجا فريدا لتحسين خدمات البنية الأساسية والتنمية الاقتصادية ورفع كفاءة الإدارة المحلية. من جانبه أعرب البنك الدولي عن التطلع إلى مواصلة التعاون في تنفيذ برنامج بالمحافظات المستهدفة، بالإضافة إلى تعميم أفضل الممارسات المنبثقة في كافة محافظات الجمهورية. أعلنت وزارة التموين أن الاحتياطي الاستراتيجي من السكر يكفي حتى موسم الإنتاج المقبل. وأشارت الوزارة إلى أنه في إطار متابعتها الدورية لأسواق السلع الغذائية عالميا ومحليا تبين أن سعر سلعة السكر المحلي ما زال يحتفظ بنفس أسعاره منذ بداية العام في السوق الحرة، مؤكدة أنه يتم ضخ كميات كبيرة منه لتلبية احتياجات المواطنين، وذلك نتيجة ارتفاع نسبة الاكتفاء الذاتي إلى 89% بسبب الزيادة في المساحات المنزرعة ببنجر السكر وقصب السكر.
رياضياً، يترقب عشاق كرة القدم الأوروبية قرعة دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا، والتي تقام في 6 مساء اليوم بتوقيت القاهرة بمدينة إسطنبول تركيا، حيث ستحدد مشوار فرق البطولة في الموسم الجديد 2021-2022. توزع الفرق على 8 مجموعات، بحيث تضم كل مجموعة فريقاً واحداً فقط من كل المستويات الأربعة. ومن المقرر أن يستضيف ستاد سان بطرسبرغ في روسيا المباراة النهائية للبطولة في 28 مايو 2021. في نهاية النشرة هذا تذكير بأهم ما جاء فيها. الرئيس السيسي يوجه بأن يتكامل مشروع تطوير مطار العلمين مع خطة دعم قطاع السياحة والطيران. الأمم المتحدة تدعو لبنان لاستغلال حصته من حقوق السحب بصندوق النقد لتنفيذ إصلاحات عاجلة. فرنسا تطرح جرعات معززة من لقاحات كورونا في دور رعاية المسنين في سبتمبر. لمزيد من الأخبار يمكنكم متابعة موقعنا على الإنترنت extranews.tv، كما يمكنكم متابعتنا أيضا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تويتر، إنستغرام ويوتيوب. كانت معكم داريم مصطفى، شكرا على طيب المتابعة وإلى اللقاء.